انطلاق بطولة التربيات للبنات. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر تواجدكم ودعمكم للعنصر النسوي وكرة القدم النسائية بصورة خاصة. اليوم تواجدنا قدموا لنا دعوة لمدرسة النشاط الرياضي والمدرسي، وحبينا نتواجد بهذا المهرجان الكبير اللي شارك فيه 14 منتخب تربية حتى نتعرف على الطاقات الجديدة اللي ممكن تساهم وتركز المنتخبات الوطنية للبنات كرة القدم النسائية. بصراحة متواجد اليوم مع أكثر من عضو من اللجنة النسوية حتى يدون الجلسة الخاصة باللاعبات اللي ممكن يساهمون في تطوير الرياضة النسوية، ممكن نشوف استفادة من المنتخبات الوطنية القادمة، خاصة عندنا مشاركات للواعدات والناشئات في الأشهر القادمة. نحن في صدد توقيع بروتوكول تفاهم أو تعاون مع وزارة التربية ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير الرياضة النسائية وكرة القدم النسائية. هذا البروتوكول راح يساهم بصورة ممتازة أيضا في تطوير الواقع حل الرياضة النسوية من حيث الحكمات، من حيث المشرفات، يعني من شأنه أن يزج العنصر النسوي في جميع المرافق وفي جميع الأمور اللي تخص كرة القدم النسائية، سواء كان على جانب التحكيم أو التدريب أو الإشراف. نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة، يعني 14 منتخب تربية منتخبات تربية مشاركة، هذا شيء جيد يكسب مديرية النشاط الرياضي والمدرسي وأيضا وزارة التربية. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم حظ الحظ. ايضا هو الدوري ذهاب واياب في كل سنه، ذهاب واياب صالات مكشوف سين صدق. ان شاء الله احنا الايام القادمه سوف نعلن عن مؤتمر تشاوري مع الانديه اللي تحب تشارك حتى نتوقف عن الامور اللي ممكن شانها نطور الدوري، واكو امور ان شاء الله تخدم كره القدم النسائيه وتساعد الانديه على المشاركه. احنا نتامل انه يشارك عدد اكبر من الانديه حتى ينجح الدوري. اول بالبدايه راح ينطلق الدوري المكشوف ان شاء الله بشهر التاسع احتمال، كل شيء كبير انه ينطلق بشهر التاسع، ونتامل انه يشارك اكبر عدد ممكن من الانديه. وضع المنتخب في صدد الاتفاق مع مدرب اجنبي، اكو 3 اسماء مطروحه على طاوله الاتحاد، سوف يتم اختيار احد هذه الاسماء من قبل اللجنه الفنيه، وان شاء الله سوف ترون في الايام القادمه تشكيل منتخبات لفئات عديده. شكرا لحضرتك دكتور رشا طالب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي المركزي والمشرفه على اللجنه.